كلمنا من عدة أيام وكان كانت عايزة مكنة خياطة الأستاذة وردة عباس. خلينا نكلمها دلوقتي ونشوف أخبارها إيه. نكلمها، هي معنا على التليفون. ألو، صباح الخير. صباح الفل يا أستاذ عمرو. إزيك يا وردة، أخبارك إيه؟ زي حضرتك وردة. أنا يعني أنت كنت كلمتيني إمتى الأسبوع اللي فات؟ كلمتك رابع يوم رمضان. رابع يوم رمضان قلتي لي انك انت متجوزه عندك ولاد في مرحله التعليم وجوزك شغال ارزقي ما بياخدش معاش وبتدفعي ايجار 300 جنيه في الشهر، مظبوط؟ وقلت انك انت كنت عايزه مكنه خياطه، صح؟ ايوه عشان تربي بيها ولادك وتساعدي جوزك زي ما انا فاكر يعني. ربنا يسلمك. قولي لي بقى ايه اللي حصل. انا بعد ما كلمت حضرتك واتصلوا بي يوم الاربع، اكدوا على الاسم والعنوان وكده. أيوة. واتصلوا بي امبارح تاني الحد، قالوا لي جينا بكره الصبح الساعه 10 في المؤسسه. فروحت النهارده، فالحمد لله الحمد لله استاذ محمد نزل معايا انا واصل رويعي وبينقي لي المكنه وكده. طيب فترقت خيرك، ربنا يبارك لك. طب الحمد لله، مبسوطه كده وكله تمام، وان شاء الله بقى تبداي تعملي شغل على المكنه وتقدر يعني ربنا يوسع عليك يا رب. ربنا يوسع عليك انت ان شاء الله. الله يخليك يا ورده وربنا يكرمك ان شاء الله. وارجوكي تتواصلي مع البرنامج في اي وقت انت عايزاه، احنا تحت امرك في اي وقت ان شاء الله. ربنا يبارك لك ويوسع عليك ويزيدك من الله. الله يخليك وسلمينا بقى على جوزك وعلى اولادك وتعالى لك لحد يا رب. الله يخليك، نسمع عنك كل خير. الف الف شكرا، انا مش عارفه اشكرك ازاي. لا 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 لا، شكرا لوالدك يعني. شكرا لله، شكرا يعني لله. عند ربنا بإذن شكرا لله. لله ان شاء الله، اشكرك جدا يا ورده. شكرا جزيلا، في رعايه الله، مع الف سلامه.